ألف ألف مبروك، كانت لعيبة رجالة عملت ماتش حلو جدا، عملوا حاجة تليق باسم النادي الأهلي وفرحونا جامد، ويا رب دايما كده يستمروا على الأداء المشرف ده. بصراحة أنا مبسوط جدا وسعيد باللي حصل، وأتمنى دايما التقدم والنجاح للنادي الأهلي. والله الماتش كان حلو قوي، الأجواء كانت كمان هنا مميزة جدا، وأبهرونا الحقيقة بأدائهم، وكان أداء مشرف جدا، بالذات إن احنا كنا بنلعب مع فريق قوي. وإن شاء الله الماتش الجاي إن شاء الله للأهلي، إن شاء الله النهائي للأهلي، أنا واثقة من كده، وكلنا معاهم وإن شاء الله نكسب النهائي بإذن الله. دي عادة الأهلي يعني في المحافل الدولية بيشرفنا دايما، وإن شاء الله كلنا عندنا أمل إن احنا نلعب الماتش الجاي ونكسب عشان نوصل للنهائي بقى لأول مرة، يعني على الأقل نعدل الميدالية شوية بدل ما كل مرة برونزية، نوصل للفضية أو إن شاء الله ذهب كمان، نطمع بالذهب يعني. امبارح بصراحة الأهلي نازل وهو عايز يكسب، باين من أول دقيقة كان داخل وعاوز يكسب. التشكيلة كانت نازلة برضو، كانت في كذا حد نزل مش متوقع، لكن هو نازل وهو حافظ اتحاد جدة هيعمل ايه، فهو قدر يلعبهم كويس. والله انا بشكر لعيبة النادي الاهلي على الاداء الرجولي، وبشكر قبل اللعيبة الجماهير كانت حاجة روعة الروعة، وكان منظر مشرف لجماهير النادي الاهلي الوفية. وبعدين بشكر الكابتن محمود الخطيب على الدعم اللامحدود. طبعا احنا فرحانين جدا بفوز النادي الاهلي للماتش الصعب جدا والمترقب، والنادي الاهلي عودنا طول عمره على مدار السنوات منذ ان انشئ على الانتصارات، وبيفرح الجمهور بتاعه والاعضاء